مشاهدينا واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده. زي ما تعودتوا بنطل عليكم يوميا من الساعه 12:30 للساعه 2 لحتى ندردش احنا وياكم ولحتى نقدم لكم وصفات حلوه تقدروا انكم انتم تطبقوها بالبيت. خلينا نشوف بحلقتنا اليوم شو محضرت لنا الشيف امتياز. كيفك يا ميزو؟ انا الحمد لله رب العالمين بخير، ان شاء الله انتم كمان تكونوا بخير اليوم. يعني بعرف الحلقات الاحد لساتها استثنائيه، ان شاء الله ترجع ندى، بس اليوم حضرت لهم سفره سفره حلو، سفره مرتبه محبين باذنجان وكوسه. يعني اليوم الوصفات رح تلبق لكم. اول شيء رح نعمل رولات باذنجان بصلصه البندوره، نوع من انواع المسقعه بس طريقه تقديمها كثير حلوه وما بتاخذ معكم 10 دقائق. بعدين رح نعمل قوارب الكوسه، رح نعملهم باللحمه المفرومه، ورح نعمل فطيره الراعي. زمان عن اشياء البطاطا وكذا وهيك، بس رح نستخدم فيها دجاج هالمره مش لحمه. واخر شيء رح نعمل سلطه باذنجان. يا عيني، يعني لازم تضلكم تابعينا من هون لنهايه حلقتنا لحتى تشوفوا هالوصفات كيف رح نحضر لكم اياها خطوه بخطوه. واكيد احنا معاكم لايف من هلا لنهايه حلقتنا على صفحاتنا على الفيسبوك على عمان تي في كيتشن، كمان على عمان تي في اوفيشال. اليوم كنا قاعدين عم نتناقش بموضوع انا وامتياز ودارين. صحيح. على موضوع خذي اللي بحبك ولا انت اللي بتحبيه، فاحكوا لنا شو رايكم بهذا الموضوع. الوحده لازم تتجوز واحد بحبها اكثر ما هي بتحبه ولا هي تحبه اكثر مما هو بحبها؟ ابعثوا لنا على صفحاتنا ورح نحاول قد ما بنقدر نقرا من التعليقات اللي رح توصلنا. انت امتياز احكي لهم رايك بهذا الموضوع. انا دانا رايها، انا ما بعرف شو كان رايك. انا ما حكيت سمعت رأيي. جاد لا انا لسه ايش كان رايك؟ مش عارفه، انا بدي افكر بالموضوع. انا بس اتجوز امتياز واجرب بحكي لك بخبرك. انا قلت لهم خذي اللي يحبك ولا تحبيه. ليه؟ لانه بحس لما انت تاخذي حدا بيحبك بصير تغاطى عن كل شيء، بتصير تتنازلي عن اشياء كثيره. لانه اي حدا بتحبيه او بحبك العكس بدك تصير تتنازلي عن كثير قصص. بسموه الحب اعمى. الحب اعمى هو مو اعمى، انت تكوني شايفه الغلط بعينك بس انت تتجاوزي عنه فبسموه اعمى. انت مثلا في اشياء ما كنت تقبليها قبل بتصير تقبليها مع الحب. بتصيري تحكي انه هذا الحكي يهي انا ما كنتش اقبل، بصير تقبلي مع اللي بتغير، بتصير تبني احكام، مش احكام، بتصير تبني مبررات. اوكي. وتصيري تعطي خيارات انه لا بكره بصير احسن، بصير ما تشوفي الاخطاء، فصاروا يسموه الحب اعمى. بس انا مع انه انت تاخذي حدا يحبك ولا تحبيه، عشان ضلك مدلله معززه مسرره. حلو، يلا احكوا لنا ايش رايك؟ يعني في منه اللي انت بتحكيه، في ناس يعني بتقول لك لازم احنا الاثنين نحب بعض. اكيد. اوكي، عشان نكون بهذا التوافق. انا والله رايي لا، خذي اللي تحبيه ولا يحبك. جابونا على السؤال اليوم وراح نروح للوصفه الاولى ونعمل رولات الباذنجان بالكفته. يلا. لرولات الباذنجان رح نحتاج لكيلو باذنجان، 500 جرام باللحمه مفرومه، ملح، فلفل اسود، توابل من نصار، بصله مفرومه، فلفل رومي، فلفل حار، وثلاث حبات بندوره معصوره، ومعلقتين كبار صلصه بندوره. كمان رح نحتاج لمعلقه توابل الاعشاب من توابل النصار، ومغلف مرق دجاج، زيت زيتون، وجبنه موتزاريلا من المراعي. شفنا المكونات والمقادير، خلينا نشوف كيف طريقة التطبيق ورح نقرأ من التعليقات اللي رح توصلنا خلال التطبيق. يلا قولي لنا امتياز. طيب قبل ما أقولكم عن الطبخة، أنا عندي سؤال تاني غير خذ اللي تحبه ولا يحبك. لو كنت أنت بدك تختار من خيارين مرين، يعني تنين مرين، بس أنت عارف أنه كلاهما أنت ما بتقدر تستغني عنهم، تختاري الحب قبل المال؟ انا سالت هذا السؤال اليوم الصبح على انستغرام، بقدر اجاوبكم. اسمعي، كثير كثير صاري احب اتعرف على الناس كيف بتفكر، كيف بتجاوب، شو بيعني لها اكثر، شو بالنسبه لها الاهم. يعني كثير بحب. لا حلو السؤال، وحلو كمان انك عم بتضلك تنزلي كل فتره سؤال عشان تشوفي كيف كمان التفاعل عم بيكون وكيف الاجوبه. وفي عندي كمان سؤال توجيهي. سؤال توجيهي هذا هلا بسالهم اياه او بكره بسالهم اياه. بشوف لو بدي اورجيكم انه احنا، عشان احكي لكم، احنا الشعب مش حبيب، ما بنحب. بس كله بفكر بالمصاري. والله اسراء، لا شوفي اسراء حرام الحب. زهرة عم بتقول المال بيجيب الحب، أنا هذا رأيي دائما دائما. أسمع عم بتقول المال، إيمان عم بتقول الحب والمال كليهما مهم بالحياة. أنا بحس المال، شوفي أنا بحس كل الدنيا قائمة على محبة، سلام، سعادة وكذا طبعاً. بس ما بتقدر إنه تذكر إنه المال مهم كثير في الحياة. أكيد. أسيرة عم بتقول المال، بيان عم بتقول المال، كثير كثير المال ما شاء الله، يعني دائما مسيطر عندي على السواليف دائما دائما بيحتل المرتبة الأولى حقيقة. قد المال مهم؟
طبعا طبعا طبعا. اول شيء تقدري تكوني مبسوطه في بيتك المال. اغلب مشاكل الناس ببيوتها المال. اغلب طبعا برضو المال هو سبب مشاكل وانتحار كثير ناس، يعني هيك وهيك. صح المال. صح هي الناس دائما بتحكي الهم اكثر شيء. صح. يعني لو شو ما بدها تفكر، لو شو ما بدها تعمل، دائما اول شيء بيكون هذا على قمه القائمه، خلينا نقول. صح. فيعني اليوم صار في عندكم اجوبه كثيره، كل اللي عليكم تعملوه انكم تفتحوا على صفحتنا على الفيسبوك وتجاوبوا على اكثر سؤال هيك شجعكم، واكثر سؤال حبيتوا انكم اجابوا معنا، وكمان بنحب نسمع ارائكم بكل الاسئله تبعتنا كمان. صحيح. طيب انت اليوم بلشتي بالسمنه، بما انك انت اكلك صاير دسم ودسم. مش دسم كثير والله، بس تعطي طعم كثير طيب صراحه، كثير حبيتها مع الاكل كثير. علما انه انا ما كنت اعمل هذا الحكي سابقا، واللي بيحضرني من زمان بيعرف انه انا ميال كثير لاستخدام زيت الزيتون، وما زلت بشوف انه زيت الزيتون اهم زيت لازم يستخدم. بشوفه حتى انا كل الاكل بطبخه بزيت زيتون في بيتي. بس ما زلت صرت احط معلقه السمنه على امهاتنا، بس يشوفوني بيقولوا لي اعملي هيك اعملي هيك. فبعمل. طيب بدي عن جد هيك دائما معلقه سمنه على كل شيء بتلبق. ما بتلبق لازم شيء اساسي. بس اكتشفت انها بتعطي طعم طيبه، ولا ما بعمل هذا الحكي. مش كل الوصفات بعمله. على كل حال انا حطيت زيت وحطيت معلقه سمنه، ما بدي اكثر اصلا، كميتهم قليله كثير. بدي اعمل الصوص اللي بدي ادخل فيه الوصفه. فعشان الوصفه كثير سهله رح اورجيكم اياها قد ايه سهله. هلا عندك باذنجانتين 250 جرام من اللحمه على السريع بتعملي هاي الوصفه. أوكي. فانا هون بلشت بالبصله حطيتها، ورح احط معها شويه ثوم. الثوم وراي. تمام. هاي شويه ثوم، ورح احط معها شويه فلفل حار عشان أوكي. انا بحس الباذنجان والبندوره بتحب الحر شوي. صح. فرح اخذ شوي من الفلفل الحار الاخضر، هقلبهم كلياتهم مع بعض، ورح احط معاها كمان فلفل رومي الوان. انا طبعا مستخدميته باكثر من وصفه، وعلى فكره لازم اضل بتذكري انه يوم الثلاثاء، الثلاثاء رح تكون حلقتنا بالبندوره المجففه، لانه عندي فكره حلوه شوي، ورح يكون معانا حلو كثير اصلا. حلوه اكيد. شو حلو شوي حلو كثير. رح يكون معانا ضيف عملوا جمعيه للبندوره المجففه، فكره كثير حلوه رح اورجيكم اياها، رح نعمل وصفات من البندوره المجففه ان شاء الله. حلو. تمام. هلا قلبناهم هيك مع بعض، طلعت راحتهم. بدي احط معاهم عصير 3 حبات لـ4 حبات من البندوره. عاده انا بقشر البندوره بعدين بعصرها عشان بحب يكون الصوص دائما ناعم. اوكي. هلا قبل ما اضيف لها اي بهارات اي شيء، راح استخدم معاها صلصه البندوره من زلوم. وكما اعتدنا دائما صلصه البندوره من زلوم هلا موجوده الباكيتات، طبعا في منها المرتبانات موجوده بكل سوبر ماركت، الهايبر ماركت، المؤسسات. الحلو انه انتم بتقدروا تستخدموا الكيس بعدين بكل بساطه، بس بتعملوا فيه زي هيك، هيها شايفين ما بتنكب، ما بصير لها ولا شيء، خلص بيرجع بيسكر. تمام. انا باخذ طبعا اسم الله، يعني هون بطبخ كميات كبيره، عاده بتكفيني 4-5 طبخات، اذا انتم عيله صغيره بتكفيكم اكثر. هي شوفوا مثلا اخذت الكميه اللي بدي اياها كامله، بعدين بسكرها. هيها لا صراحه فكرتها كثير حلوه. لا فكرتها كثير حلوه. تمام. طيب ممتاز. وشوفي الالوان كمان، انك انت هيك دخلتي اكثر من لون من الفلفل الرومي، فبيعطي هيك كمان هي الوان. هي عندي حلوة. قاعده بالحياه بتقول كل ما كثرت الوان في الاكل كل ما كان صحي اكثر 100%. بدنا نخففها شوي بالمي عشان احنا بدنا اياها صوص تستوي اللحمه. أوكي. ونروح للبهارات عشان انهي هاي الجزئيه يعني منها. اوكي. قلت لهم الوصفه كثير سهله وكثير بسيطه. راح احط عليها ملح. اكيد هي ملح تقريبا، بدنا معلقه، وعندنا فلفل اسود. هالمره بدي استخدم فيها من بهارات نصاري، رح تطلع لكم هلا رقم تليفونهم على الشاشه، ورح اضل احكي لكم عنهم كل هاي الفتره، لانه انا كثير بحب انكم تستخدموهم وتجربوهم، تشوفوا قد ايه معلقه صغيره من هالبهارات اللي كثير فريش، معموله بحب، معموله هاند ميد زي ما بيقولوا، بايديهم عاملينها. مره برجع بحكي لكم فكرتها، الناس اللي ما سمعوني امبارح او ما سمعوني قبل امبارح، انه بهارات نصار هي طالعه من حدا كل الوقت بطبخ وبجرب الاكل بحب الاكل. في عندهم هاي التوابل، ما اعتقد في اي حدا ثاني ببيعها ولا اي شركه ثانيه بتبيعها غير بهارات نصار. هاي حطيها على دجاج وقليه، بس قليه دجاج، جيبي صدر دجاج، اعصري ليمون وحطي بس هاي التوابل بدون ولا اضافه ثانيه. هاي ايش؟ بالاعشاب؟ هاي توابل الاعشاب. هاي بتشبه شوي الاعشاب الايطاليه. مكوناتها بصل، ثوم، اعشاب، وبودره مرق الدجاج، بس نكهتها كثير زاكيه. حلو. بتلبق للحمه، بتلبق لسمك، بتلبق لدجاج اللي بدكم اياه. رح احطها اليوم لانه حاسه رح تطلع نكهتها مع الاعشاب اللي بدي اياها والباذنجان، زاكي. رح نرش شويه رشه موتزاريلا على الوجه، رح تطلع كثير زاكيه.
اوكي بدي اخذ بابريكا مدخن بس لانه العلب كلياتها جديده. لا صراحه انا كثير حبيت فكره انه نصار بيكتبوا لكم ايش المكونات اللي موجوده. وهذا نادرا لتشوفيه صراحه كمان، يعني مرات بتمسكي الشيء ما بتكوني، ما بتكون مثلا مكتوب عليه مثلا خلطه بهارات مثلا او بهارات ايطاليه او مثلا زي اليوم مثلا بالاعشاب، بس انت مش عارفه ايش هي الاعشاب بالضبط اللي موجوده فيها. في مرات ناس تضايق من اشياء معينه، فانتوا هيك بتطلعوا على المكونات اللي موجوده فيها وبتقدروا تستخدموها باي وصفه انتم بدكم اياها. صحيح، وراح احط السبع بهارات اللي دائما تسالوني شو هي البهارات المشكله. انا بستخدم السبع بهارات، عدوا على ايدكم ايش بتكون. عباره عن فلفل اسود، بهار حلو، هيل، جوز الطيب، كبش قرنفل، وكركم، قرفه، كزبره، وشوي من ملح الطعام. ممتاز. هاي كمان بحب استخدمها كثير بالوصفات. تمام، انا هيك صوصي بس بدي اتركه يتسبك شيء 3 4 دقائق. نروح على الكفته، كثير سهله الوصفه. بحس ايام الباذنجان مظلوم شوي عندنا بالهون، ننسى يعني اذا بدك تعمل بس مقلوبه باذنجان تتذكري. اما اشياء انا بالبيت الصراحه دائما عندي باذنجان بس لانه كثير بنحبه وبدخل بكثير وصفات، بس بحس ما حدا، مو الكل بيعرف انه الباذنجان بدخل بمليون وصفه بعكس البطاطا. صح، عن جد الباذنجان البطاطا بندخلها بكل شيء. صح، بس الباذنجان بنعمل فيه كثير افكار، كثير وصفات. عموما انا عندي هون لحمه خروف مفرومه، راح اضيف عليها فقط ملح وفلفل اسود فقط ولا شيء ثاني. اذا بدكم تحطوا معها بصل يحطوا، بس لانه احنا حاطين مع الصوص اللي عملناه ما بنحتاج. انا عامله كميه كثير قليله هون لانه الصراحه هيني لافه كميه بالبيت اختصارا بالوقت كالعاده، وبدي اخذ الباذنجان اللي بيجي طويل. اوكي صبايا، هي وحده حاطين لي الصبايا لانه كوسه وباذنجان. انا بستخدم بهدول الوصفات مثلا اللي هو الباذنجان اللي بيجي طويل مثل هاي، تعمليها سلايسز رفيعه. بالضبط. هلا ما بحب كثير اقشر كل الباذنجانه، بحب اقشرها خطوط خطوط. اوكي تمام، وبقلي قلي او بحطها بالاير فراير، يعني برضه اللي بدهم اياه. ممتاز، بعملها خطوط خطوط. قولي لنا ايش حابه تقولي. بدي احكي لك، في عم بطلبوا منك تعملي لنا عرايس. والله عملناها قبل بس حاضر، يعني انا هاي الايام بدور على الوصفات السهله. سهلة. ما في مشكله. وبدهم كمان وصفات بالفخارات. الفخارات زمان ما عملت، زمان زمان يعني بجوز صار لي زمان قبل سنه سنتين ما عملت شيء بالفخارات، بس عندي فكره وصفات. يوم السبت عندكم اي مرتبانات فاضيه ازاز احتفظوا لي فيها، رح نعمل فيها افكار حلوه كثير يوم السبت. حلو. كل وصفاتي رح تكون بالازاز ان شاء الله يوم السبت. حلو. طيب هلا انا شو بنعمل؟ بس باخذها، لسه خلينا نقشر شوي كمان. لا وبعدين حبيت انا لما عملت الفخارات كمان وغطيتيهم بالعجينه. الفخارات هلا صارت مطاعم تنعمل عليها قد ما فكرتها دارجه وحلوه. على كل حال بتقطعوا الباذنجان شرحات مثل هاي بالضبط على قد هذه السماكه. عشان لما تاكلي باذنجان بالكفته يعني يكون عندك حشوه. هلا حاولوا تجيبوا هذا الحجم. أوكي. من الباذنجان وهذا الشكل عشان طلعي كيف شكلها. هي بتطلع معك مطوله لما تقليها. طلعي هي، انا بدي اخذ وحده اكبر لاني قليت كل الباذنجانه. هيها هيك، هي نفس هاي. اوكي ما شاء الله الزيت ممتاز. بسقسق. انا الصراحه بالنسبه لي الباذنجان لازم سأسق. زيت لازم. طيب خلينا نقيم هدول. أوكي. ونروح ل بدنا ناخذ اللي هي الباذنجانه. طيب انا كل كميه كل الباذنجان بقلي. هلا بقول لكم حتى القطع الصغيره اللي على الطرف ايش بعمل فيها. بعملها زي اصابع كفته. هيك بتحشيها بالنص بعدين بحشيها. بالضبط بلفها. تمام بهاي الطريقه تصير عندي شوي طرفها طالع. احلى. كمان وحده. هاي ناخذ الكفته. اذا سالتوني عجل ولا خروف، انا بحط عجل وخروف. تعرفوا انا من جماعه بخلط عشان ما تكون كثير مدهنه وما تكون كثير ناشفه. صح تمام، فبخلط من التنين. حطينا اصبع من الكفته كثير زاكيه وشكلها بالاخر رح يطلع كثير مرتب. هيهم انا عامله كميه كثير كبيره، حتى لو كانت مثلا قطع الباذنجان اللي قليتها صغيره. شوفي شو بعمل، بحط تنتين جنب بعض مثلا. هاي اوكي، وبحط لها كمان هيك اخذ زغلوطه واحده صغيره رقيقه جنبها وبرضه بعملها. رح اخذ الصينيه الكبيره من عندك يا دانا عشان اورجيهم كيف رح نحطها ونقدمها. صراحه فكرتها كثير حلوه. طب هلا بزبط بالدجاج المفروم اذا مثلا في ناس بزبط. ما بزبط طبعا الدجاج المفروم من العز اكيد بتزبط تعملوها. طيب خليني اخذ هي الصينيه البايركس. اوكي تمام، بدي اخذ الصوص اللي حضرناه. تسبك له شيء 5 دقائق مش اكثر من هيك. رح نحطه طبقه اولى. انا بحب كل شيء بفوت فيه صلصه بندوره يا اختي. عن جد اكثر من الطحينه. ايه اكثر من الطحينه. هلا الكفته انسي موضوعها مختلف. الكفته بالطحينه اكيد اكثر. بس بحس اي شيء بفوت فيه صوص بندوره بنطبخ فيه بيطلع زاكي، خصوصا اذا كان فيه بندوره فريش. انا مياله للبندوره فريش. راح اخذ الرولات اصفتهم زي هيك. الفرن عندي شعال على حراره
180 الشبك اللي بالنص. هلا انا هون ما راح احط عليها موتزاريلا، راح اتركها لتستوي، بدها تقريبا ربع ساعه. الكفته ما بدها اكثر من هيك، ربع ساعه 20 دقيقه بتكون امورها ممتازه، وما حدا يضل يقول لي الكفته بتاخذ اكثر واقل. يا جماعه انا لما حدا يقول لي الكفته بحطها بالفرن ساعه بنصدم صدمه حياتي، ما بتاخذ وقت ولا كتير. إشي اللحم المفروم مدانها انفرمت اتكسرت الالياف اللي فيها، فمعناته بتستوي كثير بسرعه. كل ما حطيتيها وقت زياده بالفرن كل ما نشفت. أوكي. فما تعملوا هذا الحكي. طيب وهلا بالنسبه للكفته بالطحينه عشان ما تطلع معانا ناشفه ايش لازم نعمل؟ لا هي قصه ثانيه بنحكي لهم اياها بعد الفاصل. اوكي ممتاز. أوكي. طيب انت رح تعملي شيء خلال الفاصل؟ لا بس رح احطها بالفرن، رح نتركها بالفرن تقريبا 20 دقيقه او من 15 ل 20 دقيقه، بعد هيك بنحط على وجهها موتزاريلا وبنقدمها. يلا اذا خليكم معانا بعد الفاصل. رجعنا لكم نكمل معكم باقي وصفاتنا لليوم. نرحب اكيد بكل الاشخاص اللي هلا انضموا لنا، بنذكركم ان احنا معكم لايف عبر صفحاتنا على الفيسبوك على عمان تي في كيتشن وكمان على عمان تي في اوفيشال. بدي ارجع اذكركم كمان بالاسئله اللي اليوم حكينا لكم اياها عشان تجاوبوا معنا وعشان ندردش احنا وياكم خلال الحلقه. لازم الوحده تاخذ اللي بيحبها ولا اللي هي بتحبه اكثر؟ شو رايكم بهذا الموضوع؟ ليش البنت احنا على الجهتين بنحكي، ليه بتغاوزي؟ لا انا ما بغاوز، بقول يعني انت لو بدك تعكسي السؤال تقولي انه الشاب بيحب البنت اكثر ما هي تحبه؟ يعني انا بعرفش، بحس خلص خذ اللي يحبك ولا تحبه، والله لا تحبه حدا، والله الدنيا بلا حب احسن صراحه. طيب بالحب ولا المال؟ هي كمان السؤال الثاني، فاحكوا لنا شو رايكم. انا اشوف المال، انا صريحه. شوف امتياز بتقول لكم المال هو اللي بيجيب الحب، والله هو اللي بشوف هو بيجيب كل شيء، بيجيب كل شيء شي. صح. هلا ممكن انا هذا الشيء لا ينطبق علي، بس انا بالنسبه لي اغلب مشاكل الناس من وراء المصاري، اغلب مشاكلكم مع معارفكم مصاري. صح. اغلب مشاكلك مع زوجك او مع زوجتك برضه مصاري. مشاكلك مع اولادك مصاري، فاذا المصاري. صح. الحب ام المال؟ يلا احكوا لنا على اللي بيحكوا حب. هدول يعني عاطفيين ولطيفين ومشاعرهم جياشه وجميله وكل بدكم اياه. على كل حال حطيت الكفته، حطيت عفوا صينيه رولات البيت الجام بالفرن، ما رح تاخذ معي من 10 زي ما قلت لكم من 15 20 دقيقه. بعد هيك عندي جبنه الموتزاريلا بس بحط على حبات الباذنجان على الوجه. اوكي بس هلا رح نعمل وصفه ثانيه سريعه. طبعا انا في خلاف شديد هلا مع السيد ليفون، اكيد تعرفوا انتم السيد ليفون. ليفون بيسالني الدويق تبعنا، لو سمحتي جنب كل هذا الطبخ عامله رز بالضبط، هيك بيقول لي بده رز. انا بقول لك الوصفات بدها شيء جنبها. حبيت انه احنا متامر مرتك بتروح على البيت بتقولها شو طابخه؟ قول والله العظيم بتطلعها للطبخ. فانا حكيت له اليوم ما راح اعمل رز الصراحه، بس راح اعمل شيء ثاني غير الرز هلا بحكي لكم عنه. بس خلينا نروح لوصفتنا اللي بعدها اللي هي كرات او قوارب الكوسه بطريقه كثير حلوه. ناخذ مقادير هيا. يلا لقوارب الكوسه باللحمه والبشاميل رح نحتاج لكيلو كوسه، بصله مفرومه، نص كيلو دجاج مفروم، معلقه كبيره ثوم مهروس، ومعلقه كبيره ملح، فلفل اسود، بهارات دجاج من توابل نصار، وجبنه موتزاريلا من المراعي. اما لصلصه الكريمه فرح نحتاج لمعلقتين كبار زبده، ومعلقتين كبار طحين، واثنين كوب طحين، ومعلقه صغيره ملح، ومعلقه صغيره فلفل وجوزة الطيب، وبس رشه من جوزة الطيب. خلينا نغير اول شيء نظبط المقادير لانه دينا ودانا وهي بتقرا في المقادير، انا بس عم بحضر. اول شيء بتقدر تستخدم فيها يا دجاج مفروم يا لحمه مفرومه، انا رح اعملها اليوم باللحمه المفرومه، بس امبارح طلبت من العز، ولازم نحكي عن العز لانه كمان هيني جايبه دجاج القلايه من العز اللي بيجي صدر دجاج مقطع كثير صغير مرتب، بتقدروا تعملوا فيه حمص بالدجاج، تقدروا تاخذوا الدجاج دخلوه بمعكرونه بالبشاميل، دخلوه مثلا بقوارب الكوسه اللي انا عملتها اليوم، حتى بالباذنجان اللي انا عملته بتقدروا تستخدموه. العز الابلكيشن عم ينزل معكم على الشاشه اكيد، وبتقدروا تطلبوهم من اي فرع قريب عليكم، هن عندهم 140 فرع حول المملكه. ممتاز. وهذا اللي بحبه بالعز انه كل شيء موجود حواليكم. تمام. بس بدي اعمل بشاميل قبل ما نرجع نحكي عن الدجاج واللحمه. رح اخذ هنا معلقتين من الزبده او الزيت، معاهم معلقتين كبار من الطحين، وبدي البشاميل يكون نوعا ما سميك شوي. أوكي. فرح احط ذره طحين زياده عن المعتادين عليه.
تمام، ذره طحين زياده عن المعتادين عليه، وراح ناخذ الحلو مو حاطين حليب. يلا مش مشكله تركينه. يعني الحليب دائما موجود، يعني طول ما المراعي معانا فانت ايش ما بدك من الحليب، اللبن، الكريمه، الزبده، كلياته موجود من طيب. المراعي. دانا يا حبيبتي خليني يدخلوا لنا حليب لو سمحتي. دانا زوقش احنا هلا صار في دانتين، احنا هلا صار عندنا دانتين في البرنامج فبدنا نغير. صبايا حليب على السريع الله يخليكم. نعمل اللي هي الحشوه. الحشوه ما بدي يكون فيها بندوره. هلا اذا انا استخدمت دجاج راح احط شوي بصل شوي ثوم، بحط عليه الدجاج المفروم وبقلبهم مع بعض. نفس الحكي عملت مع اللحمه، نفس الحكي. أوكي. بعدين شو راح اتبلهم؟ ملح. اها بدنا نحط ملح. حليب يا اسيا على السريع، حليب الله يخليكي. وعندنا هون فلفل اسود. وراح برضو احط عليها بابريكا، انا بحب كثير البابريكا، وشوي من البهارات اللي هي السبع. تمام. أوكي. تقدر زي ما حكيت لكم تحطوا التوابل زاكيه، بس انا الصراحه هاي لاني راح احط فيها بشاميل ما بدي اغير شيء نكهه البشاميل. فاذا حطينا بصله، ثوم، حطينا عليها لحمه مفرومه او دجاج مفروم من العز المتوفر عندكم بيكون ممتاز. اذا بدكم تستخدموا الدجاج فيها حلو تحطوا التوابل بتطلع كثير زاكيه. أوكي. قلبتهم مع بعض لدبلوا اخذوا معي هيك شويه لون خفيف وريحتهم طلعت وصارت بتجنن. هيك بيكونوا استووا 100% معك قبل ما تحطيهم بالقوارب. بالضبط 100%. رح اخذهم نفسهم. خلاص هيك امورهم تمام. نيجي عند الكوسه. هلا المهم انكم تعرفوا بالكوسه، الكوسه ما بتستوي هي جوا البشاميل، انت مجرد ما تحطي عليها البشاميل مفروض البشاميل كل ما قعد وقت بالفرن كل ما سمك صح بيجمد اكثر، صار جامد صح. فانا شو بعمل؟ بقطعهم قوارب زي ما رح اورجيكم هلا، بعدين بحطهم مع كاسه مي بسكرها بورق الفويل تمام، وبحطها بالفرن لمده ربع ساعه. زي تسلقيهم شوي، زي بسلقهم. هلا في ناس بحبوا يقلوهم وعادي يجوز طبعا انهم يقلوهم حسب ما هم ايش بحبوا. بس انا الصراحه بميل اكثر لاني احط عليهم مي عشان هي اسم الله فيها بشاميل وفيها مع لحمه وفيها جبنه موتزاريلا، هي ثقيله من دارها يعني، فاهمه علي؟ صح. فانا بس هيك بمعلقه بقورها شوي بالمعلقه هيك، طبعا معلقه اصغر من هاي مش قد هاي. منفض الحشوه. اوكي طلعوا يجيبوه يا دندونه. اوكي بعدين برجع بقورها شوي منيح بالمعلقه. هلا هدول باخذهم بتعرفوا شو بعمل فيهم؟ كيكه الكوسه اللي لساتها عامله ترند. اللي مش عاجبه حدا مش عارفه ليه. ونقر الكوسه كمان في ناس بتحبها. وبقدر بتقدري تعمليها اللي هي مفركه الكوسه احنا بنقولها، بيصيروا زي هيك تمام. بصفتهم كلياتهم بالبايركس مثل هذا، وبحط عليهم كاسه مي وبحطهم بالفرن. بتقدروا تقلوهم، بتقدروا تحطوهم بالاير فراير، كله بيمشي حاله. هلا اهم شيء لازم تعرفوه، شوفوا صوانيه البايركس الحلوين، البايركس اللي عم بستخدمهم هون، اللايتي هاي، صحون الخشب اللي انتم شايفينها، طناجر الرويال، كلياتها من وين؟ من دريم هوم. من دريم هوم. كل شيء بدكم اياه بدكم تروحوا على دريم هوم، عاملين مهرجان كثير كبير اسمه مهرجان العوده الى المدارس. يعني اذا انتم بدكم قرطاسيه لاولادكم من كل، بدكم كل شيء، مطرات، مي، لانش بوكس، بدكم شو ما بدكم كلياته رح تلاقوه بدريم هوم. جايبين قرطاسيه باشكال والوان وانواع وتفاصيل كثير حلوه. لما تروحوا على فروعهم سواء بطبربور او بشارع المدينه او حتى بالزرقاء رح تنصدموا قد ايه عندكم خيارات. واهم شيء بهمنا كلياتنا كعائلات، عندنا اولاد بالمدرسه لانه اغلبنا عندنا بيكون ولد واثنين وثلاثه، انه نلاقي اسعار بتناسبنا طبعا. وهذا رح تلاقوه ب طبعا دريم هوم. رح اكون موجوده هناك يوم الاربعاء الساعه 8، بحب اشوفكم هناك. رح يكون في مهرجان للاسعار، رح يكون فيه تخفيضات على كثير قصص رح يعملوها من يوم الاربعاء. بحب تروحوا وتشوفوا كل اللي انتم بتحبوه يعني. تمام ممتاز. رح اخذ انا عشان احط للكوسه، وخليني كونوا انا الحليب كثير تاخر، خلينا ناخذ قبل ما اخلص هدول حشوتهم بدي اخذ وصفتي اللي هي فطيره الرعي او فطيره البطاطا. يلا لفطيرة الراعي أو البطاطا الباي رح نحتاج لكيلو بطاطا مسلوقة، دجاج مقطع من العز، بصل مفرومة، معلقة صغيرة ثوم مهروس، كوب بازيلا وجزر، فلفل رومي ألوان، كوب ذرة، معلقة ملح، ومعلقة كبيرة فلفل أسود. كمان رح نحتاج لمعلقة صغيرة بابريكا، ومعلقة بهارات مشكلة من توابل النصار، واثنين كوب كريمة من المراعي، وبقسماط.
تمام تمام يلا هلا انا بس هيك عملتهم كاملين، عبيتهم، ضايل منتوف شوي هلا بالفاصل بنشتغل عليهم. البشاميل سريعا جدا جدا جدا، حطيت معلقتين من الزبده وحطيت عليهم معلقتين من الطحين وضفت عليهم كوبين من المراعي. دائما بنكه انا دائما البشاميل ملح فلفل اسود ورشه خفيفه من جوز الطيب. هلا في كثير ناس بتبعث لي احنا ما بنحب جوز الطيب، ما بنفضل انه نستخدمها. فاستخدموا اللي انتم بتحبوه، يعني ما تعتمدي على بهاراتي على نكهاتي، حطي نفسك في الاكله. ممكن اياما بحب احط عليها بودره مرق دجاج كميه خفيفه كثير عشان تعطيها طعمه حلوه، لانه قلت لكم انا بجيب الطبيعيه اللي ما فيها مواد حافظه وبقدر استخدمها باي شيء انا بحبه. تمام؟ هلا انا هيك صارت جاهزه، بدي بس البشاميل ياخذ له اول غلوه ليصير كثيف، راح احطه الطبقه الثانيه وبعد الفاصل نورجيهم اياها. يلا خليكم معنا فاصل صغير وبنرجع. رجعنا لكم لنكمل معكم باقي وصفاتنا، اكيد بنرحب بكل الاشخاص اللي هلا انضموا لنا، بنذكركم انه احنا معكم لايف عبر صفحتنا على الفيسبوك على عمان تي في كيتشن وكمان على عمان تي في اوفيشال. سالناكم اكثر من سؤال اليوم بالحلقه، الحب ولا المال، ايش بتختاروا؟ وبرضه كمان عندنا سؤال ثاني، خذي اللي بحبك ولا اللي انت بتحبيه، او خذي اللي بتحبها ولا هي بتحبك اكثر. فجاوبونا على هدول الاسئله على صفحتنا على الفيسبوك. خلينا نرجع للوصفات ونشوف شو صار عندنا بالبشاميل. والله انا بحب البشاميل اسمك من هيك شوي، دانا نفاع واحنا قلت لها قليل قليل امتياز، زيديه شوي، راح ازيده شوي عشان ما قالت لي بتنكهته بتكون اطيب. فانا راح اعمل بالضبط زي ما قالت لي دانا، وهلا بس نحطها بالفرن راح تكون امورها رائعه. تمام. هلا شو راح اخذ واعمل؟ احنا زدنا البشاميل الصراحه شوي يعني حقيقي عشان تكونوا عارفين. راح اخذ الجبنه واحاول احط على كل حبه كوسه لحال عشان يطلع منظرهم مرتب، كل حبه بحبتها. تمام. كنا لساتنا عم نتناقش في الموضوع اللي بنحكي فيه دانا، صح؟ لسه قاعدين عم نتناقش. احنا لما بنحكي لكم سؤال احنا بنكون متناقشين فيه قبل، بنكون حتى بالفواصل بنتناقش فيه، نقرا التعليقات اللي بتوصلنا، بنحكي شو ارائنا الشخصيه. فعشان هيك احنا بنحب نسمع منكم كمان انتم اذا زي راينا ولا عندكم اراء ثانيه، ممكن انه الواحد يغير رايه اذا سمع مثلا راي ثاني، فبنحب نسمع منكم. احكي لك الصراحه، بحس الشباب بيجاوبوا الحب والنساء راح تجاوب المال. مع لا ما راح يجاوب الحب. انا هيك بحس. بالعكس، اول شيء بقول لك انا اذا بدي احب واحدة لازم يكون معي مصاري عشان اقدر احبها واقدر اتجوزها واقدر اكمل معاها. بحس الرجل بميل للحب، يعني بيختار الحب، ما راح يختار المال الجواب. يلا مع اذا في شباب عم بيحضرونا يجاوبونا. لا انا ما بحس جد. لانه اذا انت حبيتي واحد وهو حبك وما كان معه مصاري، شو استفدتي؟ ما رح نحب بعض. قال بالضبط، يعني ما رح تقدر تكملي. مو هيك قصدي، لا مو هيك قصدي، الرجل بيطلع على الحب اكثر من المال، مش هو يعني هو بيشوف الحب اسمى الاشياء. اوكي، احنا سيدات بنشوف المال، صح ولا لا؟ شو رايكم بهذا الموضوع؟ يلا اراء هيك يعني متفاوته، خلينا نقول. فاحكوا لنا شو رايكم بهاي المواضيع. وانا ما سالتك بالنسبه للسؤال اللي نزلتيه برضه على السوشيال ميديا تبع التوجيه، انت عندك حتى خلينا نعمل له حلقه بكره. بعرف، بس بدي اسالك انت عندك توجيه؟ لا ما عندي، عشان هيك بس شايفه من غير شر من غير شر، انا اولادي حطيتهم اي جي عشان ما اخذ التوجيه. اسمعي هذا ستريس يعني صراحه كثير كبير، يعني الله يعين الاهالي يعني بكل توجيهي مع اولادهم. كل الدنيا بتكون عارفه بهذا اليوم بهذا التاريخ وبمين التوجيه ومين المش توجيهي، فصراحه يعني الله يعينهم على هذا اليوم. انا بالنسبه لي متعقده من التوجيه اللي انا قدمته. فكيف اولادي؟ جبت 79 بالتوجيه ومتعقده لليوم. لليوم بس لليوم بحلم انه انا فرحه التوجيه. اكيد فرحه، اكيد فرحه النجاح دائما حلوه. اوكي يلا قولي لي انت توجيهي ايش درستي؟ انا اجي، فانا برضه كمان مريحه حالي من هذا الموضوع كله. ما حدا بيعرف امتى علاماتنا ولا امتى نتائجنا ولا امتى امتحاناتنا ولا ايش. الاي جي ما هو على سنوات التوجيهي، صح؟ ما بيكون من اول سنه. طبعا كل حال بنروح نعمل فطيره الراعي، كثير وصفه سهله وسريعه ما رح تاخذ معنا وقت، بس لانه سيد ليفون طلب شيء جنب الاكله. طبعا ليفون بقول لي فضحتيني امتياز، يعني على اساس نهايه لساته تطلعي. بس انا صراحه انبسطت انه طلب عشان اورجيكي قد ايه انت كست بيتي بتقدري تاخذي خيارات كثير سهله لما تعملي لعيلتك اكل. لسه بقول لدانا انه الاكل اللي عملته اليوم بسيط بس كله زاكي. يعني كله زاكي وتغيير. الحلو بنصار قلت لكم عندهم ترندات لهم، وصفات لهم، ابتكارات لهم. عندهم البرغل مع الخضار. هذا برغل مع الخضار جاهز، عليه كل تتبيلاته كل بهاراته كل ملحته، مع البرغل مع الخضروات اللي بدهم اياه جاهز، بس لانك تحطيه بالطنجره مع شويه زيت
تحطي عليه المي وصلى الله بارك. ممتاز. وصفتك بتكون جاهزه وهن حتى حاطه لكم العيار، بتضيفي لكل كوب رغل كوبين ماء. فأنا الصراحة قررت أعمله جنب الأكل، فيا ليفون اليوم إجا اقتراحك في مكانه الصراحة. يلا ممتاز صراحة. هاي عشان ما حدا يحكي ما أنا ببيتي ما الصراحة لما بعتولي إياه بهارات نصار أكيد جربته ببيتي، وأنا ما بحكي عن إنه بجوز أنتم أغلبكم بتعرف إنه أنا من شهرين ثلاثة بلشت أجرب البهارات والأفكار الموجودة عندها، كثير حبيت إنه في عندي معكرونة جاهزة إني أطبخها جنب الأكل أو أطبخها بيوم أنا مو جاي على بالي أطبخ. وعندي هون زي ما أنتم شايفين كمان هاي البرغل، بدي اخذ مثلا كميه منيحه انا عشان الشباب كلهم ياكلوا الصراحه، بحب الكل ياكل. بدي احمصها مع معلقه سمنه، معلقه زيت زيتون، بعدين بحط عليها المي. قد ايه بياخذ وقت واني كاتبه لك؟ تكفي لثمان اشخاص هاي العلبه تخيلي. لا كل حد ياخذ صحنه جنب الاكل. ريحتها حلوه لانه السمنه ريحتها حلوه والبهارات كمان ريحتها حلوه. بالضبط. نيجي سريعا جدا على الخلطه اللي نحطها على فطيره الراعي، لاني اليوم زي ما انتم بتعرفوا عمليتها بالدجاج وليس باللحمه. اوكي. قلبت الدجاج برضه من العز لحتى صار لونه متكتك بجنن. راح احط عليه بصله، دائما الدجاج عشان ما ياخذ زنخه وياخذ طعمه حلوه من الوصفات خلوا تنشف ميته يتغير لونه، بعدين ضيفي ايش ما بدك عليه نكهات. اوكي. راح اضيف عليه ثوم مهروس. تمام. وراح لانه الدجاج انا عندي هون تقريبا 3 ارباع سوا، فراح احط عليه كل الخضروات اللي بدي اياها على السريع. راح احط معه اللي هو البازيلا والجزر. ما شاء الله والله لو انهم جامدين هون بالاسكيمو. ما هو هيك ايش فيه؟ طبعا دائما لما تاخذوا خضار فروزن يا بتحطوها بمي مغليه بعدين تستخدموها، يا بتحطوها على السريع على الوصفه. ما تخلوها تبرد، يعني ما تخليها تطلعيها من الثلاجه وتستخدميها. اوكي. وراح احط عليها الفليفله، واذا بدكم بتحطوا عليها بطاطا. تمام. اوكي. بنقلبهم كلياتهم مع بعض لما اضيف البهارات. طب خليني اقرا شوي من التعليقات لانه بلشوا هيك يشاركوا معنا ويتحمسوا معنا. في عنا ختام عم بتقول والله يا حبيباتي هالايام للاسف المال سيد الموقف، بلا حب بلا هم. صحيح. ما في حب بس في مصلحه. والله هذا الكلام 99% صحيح. طيب بزعل هو بس صحيح. طيب بس انا بدي اوجه تحيه لمروه لانه مروه طالع لي انها عاده عم تحضرنا كمان على الحلقه. مروه احكي لنا شو صار معاكي، واحنا طبعا اكيد شو بدي يصير مع حولها نخلي لها اياها. لا لا بس يعني قصدي شو قررت لها الدكتوره هلا؟ هذا الاهم. مروه خلص بالايام الاخيره اللي بتاخذ فيها نفس قبل ما يصير عندها بيبيين. بعدين مروه صار لي يومين بحكي لها مكانك فاضي مكانك فاضي مكانك فاضي. من انا والله بتجادل انا وياها كثير بالمروه. هذا شيء وهذا شيء، كثير متخانقه انا وياها. هذا شيء وهذا شيء، يعني دائما في نقرات بالشغل. هذا يعني ما بيغني انه انت مكانك فاضي. انا حسيت انه انا مروه بتتحملني لما بلشت انا ودانا. دانا اعتقد لك داخله بالحيط مني، صبح مسج، ظهر مسج، بالليل مسج، بعد صح دانا بالنص تليفونات نص نص، يعني اموري ماشيه. من هون لترجع مروه بتكون مسكينه. مروه معي مروه عادي 3 الصبح ببعث لها، والله العظيم 3 الصبح بيجي على بالي فكره تبعتي او بيجي على بالي ضيف، بتذكره 3 الصبح. مروه تنسيش الصبح اول ما تصحي. بعدين انا بنام كثير قليل عدد ساعات تعرفي. برجع بصحى كثير بكير، بتخش مروه نادة 3 الفجر بعتها. فبعدين برجع بقول لها مروه ما تنسي. طب تكون لساتها نايمه هي. بالضبط. تكوني انت نمتي وصحيتي. طيب بدي اقول لهم شغله تعلمتها حديثا لسه. بقول لدانا بدي احكي لهم عنها. انا هاي الطبخه كمان صارت جاهزه، بدي اورجيهم اياها. شوفي انا حطيت ورقه زبده، سنقلها هون للبايركس. هاي ايوه في سر من ورا ورقه الزبده هاي عشان ما ترشق معي البندوره وتوسخ لك وتوسخ لي الدنيا كلها. طلعوا لي هالمنظر بالله. شوف 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 شوفوا هالمنظر، شوف البقبقه، شوفوا هالبقبقه وهالمنظر الحلو. اخذت معي فقط اقل من 20 دقيقه. صرت احط ورقه الزبده زي ما حكيت لكم عشان عاده الفرن عندي بتعبى من صلصه البندوره، بس هيك لانها بتبقى صلصه البندوره بتصير تطاير. هيك امورها تمام. بس باخر نتوفي راح احط جبنه موتزاريلا على الباذنجانات، مش على كل مكان برضه عشان تاخذ منظر حلو. بحب جبنه الموتزاريلا زاكي وطعمها مع الباذنجان لطيف يعني. طبعا تمام. برجع بس بحمر وجهها، هي متسبكه امورها تمام، ما بتحتاج ولا شيء يدندوني. ممتاز. طبعا اكيد بما انه احنا حكينا عن ورق الزبده، ورق القصدير، الكياس، هلا دخلنا كمان على موضوع المدارس، قربات السندويشات، فكل هذا بدنا نرجع نذكركم اكيد بتلاقوه موجود عند باقي، بتلاقوه موجودين بالسوبر ماركت وبالهايبر ماركت. موضوع كمان البندوره لما كنت قاعده عم تحكي عن البندوره، لانك انت فتحتي عفوا دانا لانك فتحتي موضوع باقي.
هلا بدي اطلع على السلم اجيب لكم اياهم للصحون الديسبوزبل البلاستيك. احنا هلا بالصيف وبنعرف انه احنا وقت رحل وقت طلعات، وقت اروح اعزم اصحابي حبايبي جيراني على طلعات بالصيف، صح. رحله سهره بالليل بالمكان بالجنينه بالحديقه، كل شيء باقي من صحون بلاستيك ديسبوزابل وفويل وكل شيء من الكاسات بتوفر عندهم. حلو. كل اللي عليكي بس تروحي على اي سوبر ماركت، هلا لو سمحتي يا منى اطلعي لي عند قصي جيبي لي منهم عشان اورجيهم اياهم، في صحون، في كاسات، في مشمع اللي بنفرد عليه الطاوله، منى جيبي لي اياه معك كمان، فيه اكياس النفايات اللي تاخديها معك في كل مكان. انا الناس اللي بتروح على اي رحله على اي مكان وبتترك المكان اللي هي قاعده فيه اللي بدل عليها زي كانه بدل على بيتها، وبتتركي كل شيء وسخ، هاي مأساة مأساة مأساة. زي ما انت بدك تحافظ على بيتك بدك تحافظ على اي مكان بدك تكون فيه طبعا. فعاده بحب اخذ معي اكياس نفايات، ودائما على الشرشف الطاوله الشرشف اللي بنحطه عشان نقعد مكان على الارض وهيك، حلو كمان تحطي عليه اكياس اللي هي تغليف الطاوله صح. تمام تمام التمام. طيب انا هيك حشوتي صارت جاهزه، بدنا نروح للبهارات اللي بدنا نحطها على السريع عشان بس اورجيكم كيف رح نطبقها بطريقه كثير بسيطه. رح اخذ من الملح ورح اخذ فلفل اسود، دائما انا دجاج ولحم بحب اضيف فلفل اسود يعني كثير. هاي الوصفه رح تلبق لها كثير توابل الاعشاب كثير رح تلبق لها، وجربوها توابل الاعشاب. هاي الرقم عندكم على الشاشه سجلوا عندكم 0797173922، سجلوها عندكم عشان تصير تطلب البهارات. حلو تمام تمام التمام. فقلا رح قلبناهم مع بعض وبدي احط عليهم هي كمان البهارات السبعه او البهارات المشكله. اوكي هاي الحشوه تبعت الفطيره تبعت البطاطا، هاي الحشوه. أوكي. واخر شيء بودره الدجاج، بحط كميه كثير بسيطه بس من باب النكهه لاني رح اضيف لها كريمه. انت بتقولي لي عشان الصينيه، عم بشوف انك تنتبهي على الصينيه على الوقت. انا بحب اغمس اعتقد لكم ان انا بحب اغمس يعني كمان بحب انكم تغمسوا. بدي اخذ هدول هون لانهم كمان الثنتين جهزوا، بدي اياكم تشوفوهم. ايش بدك تغمس الكوسه؟ لا ما لا مش البشاميل، الكوسه رح ناخذها مع البرغل الصراحه. كثير زاكيه لانه هيك البشاميل بعد ما بحبحناهم صار بدها ايش جنبها. خليني اورجيهم اياها الصراحه كيف طالعه، وصراحه الحمد لله اني رديت على نصيحتك زدتيها شوي. وزدت البشاميل شوي، اعتقد لك انه هيك كثير. شوف شوفوا البقبقه يعني. وعلى فكره وصفات كلها بتجهز على الهواء. ولا شيء جاهز معانا من بدايه الحلقه. واو حبيت. طلعوا كيف بتجنن. ونفس الشيء. طب وهي اللحمه اللي انت مستخدميتها لحمه خروف ولا لحمه عجل؟ ايه انا بحب اخلط، حكينا خلطي. بحب أوكي. اخلط اوكي تمام. انا هون كمان خلصت بس فطيره الراعي على السريع. تقدروا تعملوها بالطريقه اللي بدكم اياها. بدي البي هاي المي عشان البرغل. اوكي عشان بده تقريبا 20 دقيقه بيكون استوى معنا، بيكون اموره تمام. قلبته كثير منيح زي ما انتم شايفين، معلقه سمنه معلقه زيت. بعدين هيك اموره تمام. في عندنا حنان عشان يستوي. في عندنا حنان الزريقات عم بتقول منورين، لكن وفي بتحكي كمان بتجاوب على السؤال بتقول اذا ذهب المال ذهب الحب. اذا ذا اي صح والله برافو ايمان. والله انا شايف متابعيني كلهم صحصحين هاي الفتره كلهم صحصحين. وفي عندنا كمان زيد نصار عم بسالك البرغل هذا بيكون مبهر وجاهز؟ مبهر وجاهز وكل اموره تمام. زيد بيكون ابنه لسيد طارق. وانا حكيت هذا الكلام انه مبهر جاهز ما بحتاج ولا شيء، بس شكله ما كان تابعنا من الاول تمام. فخلينا هلا بس حطيت كريم الطبخ تقريبا كوب لكوب ونص، بتقدر تحطوا معها معلقتين من احكي معي دبس الرمان. والله كثير بتطلع طيبه كثير كثير. انا بحط يا عصر ليمون على الكريمه بالاخر يا عصر يا دبس رمان كثير زاكي. بس بدي اياهم ياخذوا غلوه. نيجي على البطاطا المهروسه، انا اخذت بس بطاطا سلقتها، عاده بقدر اعملها بعجينه البافستري. بزبط بتعرفي بحطها الطبقه الاخيره بدل البطاطا. فانتوا هاي الطبقه الرئيسيه الاساسيه بتقدري تحطي ايش ما بدك فيها. أوكي. هون اخذت البطاطا حطيت عليها معلقتين من الزبده او الكريمه، وراح انكهها بملح وفلفل اسود فقط. ممتاز. ما بحب تتنكه بولا شيء ثاني. معقول الطبخات تجهز كلها على الهواء؟ لا انا لسه كنت بدي احكي لهم انه تخيلوا انه ولا شيء كان جاهز على السفره وكله جهز معنا على الهواء، يعني مش محضره شيء من قبل. كثير سعيد نورجيهم هاي. يلا فرجيهم كيف الجبنه دخلت بالبندوره. هاي المفضله في الحياه. يا عيني يا عيني يا عيني. نطلعها؟ طلعها قبل ما نطلع فاصل نورجيهم المنظر. بنطلع من المنظر الحلو على فاصل، ما رح تعمل شيء خلال الفاصل صح؟ لا بس رح نحط الخلطه تاعت يطلعوا ما احلى. انا بحب هدول الصواني يا رب صار لهم عندي سنين ان شاء الله يضلوا سنين. بس لا حلو اخر شيء
رشة بقدونس أو نعناع ورشة على الوجه. أنا بحب كثير أي شيء بفوت له باذنجان، رشة سماء خفيفة، طلعوا على المنظر لساتها عم بتبقبق. تمام، وبدي أرش شيء ثاني كنت بقدونس. لا فلفل حار، لا فلفل حار، رح أحط عليها رشة فلفل حار خفيفة. حلو. تمام، هلا بالفاصل بس بدي احط الفطر هون لانه الفطر ما بياخذ عمر، وبعدين اشكلهم مع بعض. بس يلا اذا رح نطلع لفاصل ونرجع بعد الفاصل، خليكم معنا. رجعنا لكم لنكمل معكم باقي وصفاتنا. زي ما شفتوا ببداية الحلقة ولا إشي كان جاهز معنا، وبلشت سفرتنا تجهز شوي شوي. أول وصفة عملنا لكم إياها اللي هي البتنجان المحشي بالكفتة، حطينا عليها شوية جبنة وطلعت معنا زي ما أنتوا شايفين. وبعديها انتقلنا لقوارب الكوسة، برضو كمان المحشيين باللحم المفرومة والبشاميل. وبعديها انتقلنا للفطيرة، شو صار فيها؟ خلصنا فيها اللي هي فطيرة الراعي. أنا كتير بحبها الصراحة، أولادي كتير بحبوها، طعمها كتير زاكي، كتير زاكي. ممكن إذا عندك دجاج بايت قبل بيوم بزبط، تستغليه وتعملي فيه اللي بدك اياه. وكمان بتقدري اذا عندك لحمه مفرومه بتقدري تحطي بس خضار لحالها، كثير طعمها زاكي. هلا انا حطيت طبقه البطاطا، البطاطا ملح فلفل اسود، معلقتين زبده او معلقتين كريمه، هرستهم مع بعض. بعدين على الوجه هاي اختياريه، بس صراحه انا بحسها بتعطي قرشه، بحطها تحت الجبنه يعني مش فوق الجبنه. اوكي، فكرتك انك انت بدك تحطي بس طبقه البقسماط بدون جبنه. بيقدروا بس انا بحب غير طعم الجبنه، بحب لونها على الاكل. صح. الصراحه تقدر زي هيك تخبزوها. يلا في نوع معكرونه تذكرته، بتعرفي بدي اروح اعمله لاولادي اليوم، بعمله بنفس الطريقه بس بالمعكرونه. حلو، يعني بدل ما احط طبقه بطاطا بحط طبقه معكرونه. من اسلع انواع المعكرونه اللي بعملها بحياتي. حلو، وايش تستخدمي؟ انا اي شكل عادة اللي فوق بحب احط اللولوبية او الفراشات، ايام عشان بنتي بنور تحب الفراشات، بس بقدر احطوا اي طبقة بدهم اياها. حلو، رح اخذ شوي جبنة على الوجه، شوي ما بدي اكتر عشان انا كمان حاطة بقسماط يعطيني هيك قرشة لذيذة، ومستخدم البقسماط اللي شوي حار اللي بيجي برضه مبخر شوي حار. حلو. هيك امورها عندي تمام. قد ايه بدها بالفرن؟ بتحتاج شي تحمير 10 دقائق بين تحمير وتتسبك بس نكهة البطاطا مع الخضرة. رح اخذها بدون هاي ونحطها. تمام، ابدعتي الله ريحتي. طيب الاكل انا شايفه انه لسه في كمان مقادير ولسه في كمان وصفه. احنا رح نعمل وصفه سلطه، سبحان الله، اني كنت خايفه ما الحق. لا لسه معك كنت وقت. خايف بس معي وقت والامور تمام. عاده بيسالوني امتياز ليه كثير بتعملي وصفات، والله انا ما بعرف. اليوم عزومه كبيره مطنطنه عن جد، مع انه الوصفات يعني ما بعرف هيهم كلهم جهزوا على الهواء، ولا شيء طبخته بالبيت يعني كلياته جهز على الهواء. انا بقولها وبعدين بتكون مرتاحه لما ما يكون في حلويات، تحسها لما بتكون مش طبايح عجينه. بتعرفي لما اعمل سندويشات وعجينه، طبخيني مليون طبخه بنفس اليوم وتقولي لي اعملي سندويشات ومقالي. ما بحب قصه المقالي. صح. بحب اكثر طبخ، لانه طبخ اسمعي شو ما اخذتي طبخه بتطلع بالنهايه مبركه، مظبوط، امورها مبينه. السندويشات وصخي كثير وكلي كثير وما بتشبعيش وبترجعي تاكلي. صح. هي هيك. صح عرفتي. طيب والوصفه الاخيره اللي بدك تحضري لنا اياها شو هي؟ هلا بدي احكي، بس فيحاء عم تسالني الشيف الفريش كيف ممكن تفرزه الفطر عموما، بس بدك تفرزيه بسود. اوكي، ولما تاخذي مجفف كمان بسود. عموما الفطر يفضل انك تاخذيه فريش او تجففيه، ورح نحكي اليوم عن طريقه تجفيف الفطر. بس اذا بدك تفرزيه بدك تفرزيه زي ما هو، ما بفوت بمي سخنه وبارده وكل شيء، زي ما هو. اوكي، بس تطلعيه بتقليه، فرزيه زي ما هو حب يعني. تمام. بعدين قطعيه وهو مجمد واستخدميه باي وصفه بدك اياها. اوكي، رح قبل ما نروح على وصفتنا الاخيره، هي نوع من انواع السلطه. انا لاني امبارح صراحه جبت الباذنجان. عموما هلا البندوره الكيلو ب 80 قرش. حلو يا اختي. اوكي، عاده بالصيف البندوره بتكون ب 20 قرش و 30 قرش وحد حالي. يعني الباذنجان والكوسه ارخص، عشان هيك عملت اليوم كوسه وباذنجان، بس لانه كان عندي كميه باذنجان منيحه رح نعمل سلطه الباذنجان. بس بدي احكي لكم مره ثانيه عن باقي، عشان انا عاده بحب انكم تستفيدوا. احنا كسيدات عاملات ميالين كثير انه نعمل، لما يكون عندك عزيمه بدك توفري على حالك وقت وجهد، خلص خذي هدول الصحون الديسبوزابل، هدول موجودين من باقي باكثر من حجم باكثر من شكل. هاي مثلا بعمل فيها كيك، انا بعمل فيها الحلويات البقى. والله هاي مش بس اني بستخدمها بس احط فيها طبيخ او احط فيها وجبه اكل. لا 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 لا، هاي نفسها بتقدر تعمل فيها معكرونه بالبشاميل وزي ما هي، وتاخديها معك وين ما بدك على رحلتك، على رايحه تزوري ناس، بدل ما تضلك تحملي صحون وطناجر وكل هذا الحكي. هي نفسها بعمل فيها كيك، هي نفسها بحط فيها الكيكه. اقول لكم بحلقه بكره
اوكي اذا الله راد رح نعمل نوع من انواع الكيك. هلا هذا طبعا احنا انا راجعين كمان زي ما حكينا للمدارس، هذا هو اللانش بوكس، في منه اكثر من لون، بحب تفصيلته، هي بيجي معه معلقته وشوكته، وبيجي هاي الطبقه بتحطوا فيها اللي بدكم اياه، بتقدروا تحطوا هون سندويشه او العصير وتسكروا. برضه زي ما قلت لكم في عندنا هدول العبوات كلياتها موجوده من باقي، وضيفوا لهم هالطنجره الكتكوته. هاي الطنجره كثير حلوه صح عن جد، حطوا فيها يعني ورق العنب. ليه 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 بتاخذوا على الريحه الطناجر؟ بتشوف في ناس كثير يلا الطنجرة كاملة. انا اكثر حد اذا حدا رايح رحله هلا وحاب يعزمني والله انا كثير بحب الرحال وكثير بحب، بس اشوف حدا يعني انه بقلب طنجره ليه؟ لا لا خلص هاي الطنجره وخلص. فكله موجود زي ما قلت لكم عند باقي، وموجودين باقي بكل سوبر ماركت، كل هايبر ماركت، بكل الدكان. نروح للوصفه الاخيره نعمل سلطه. يلا لسلطة البتنجان رح نحتاج لخس مفروم، ورح نحتاج لبندورة مقطعة، بتنجان مقلي، خيار، زيتون أسود، زيتون أخضر، نعنع، جبنة حلوب مقطعة من المراعي، وخبز محمص. أما للصوص فرح نحتاج لزيت زيتون، ملح، عصير ليمون، خماء، وعلبة زبادي. بدي اقرا شوي من التعليقات قبل ما نروح لوصفه السلطه، بما انه معنا شويه وقت من هون لنهايه حلقتنا، عشان اسمع ارائكم بموضوع الحب ولا المال، لانه هو هذا اكثر سؤال عم بتجاوبوا عليه. في عنا ام زيد عم بتقول مبدعه يا شيف، يعطيك العافيه على هالوصفات الحلوه حبايبي. وفي عنا كمان ضياء عم بتقول يسعد مساكي يا احلى شيف، مبدعه كالعاده والاكل خرافي حبايبي. جربت كثير من طبخاتك وعن جد إشي فخم، وبتابعك دائما ويعطيكي ألف عافية بقى. والله ينجح كل طلاب التوجيه. بتخيل هذا الأسبوع، لأنه هي يوم الخميس إن شاء الله الساعة 5، بكرة رح يكون سؤالنا عن التوجيه إذا الله راد. بس بتخيل الناس اللي عندهم توجيه عن جد على أعصابهم لمدة طبعاً أسبوع. طبعاً الله، حتى لو كان هو عارف إنه ابنه ناجح رح يجيب معدل بضل برضه الآن. بعدين بتحسي إنه حتى لو إنك أنت كنت مثلاً طالعة من امتحان تقولي منيح، قبل النتائج خلص تصيري تشكي بحالك، طب أنا عن جد قدمت منيح ولا لا؟ بالآي جي بتحسي هذا الشعور؟ طبعاً قولي والله كنت حسيته. طبعاً كثير، يعني دائماً هيك رهبة الامتحان، رهبة النتائج دائما هاي بتكون موجودة. فالله يعين كل اللي عن جد عندهم توجيهي او بيعرفوا ناس توجيهي، لانه احنا بتحسي انا وامتياز اليوم متوترين اكثر منهم لطلاب التوجيهي. انا التوجيهي والله راح اظلكم، انا ما عندنا حدا توجيهي بالعيلة من زمان، يعني اخر اصغر اخ باخواني يعني زمان عنده اولاد هلا فكتير زمان. بس كل سنة بصحى بكير، لانه دائما عادة هي بتكون بسمع صوت الناس وهي تزمر وبفرح وكذا وهن بحطوا العاب نارية. صراحة بحب يعني بحس انا كل حدا عنده طالب توجيهي انا زيه بتنبسطوا معاهم. والله لا، وبعدين بتحس انه دائما بيحكوا لك بموعد بس تطلع نتائج دائما انه ابكار مثلا او بيرجع بتغير الوقت. ف يعني هيك خلص هو يوم الخميس رح يكون هيك يوم حماس، مع انه حكوا الخميس على الخمسة هن ما بتخيل تتوقع على الخمسة. لا انا بتخيل انه الصبح رح يصير ويعرفوا. انا كمان. طيب يلا ان شاء الله الله يعني يوفق الجميع، وان شاء الله كلياتكم بتجيبوا علامات اعلى من اللي كنتوا متوقعينها كمان، وبتفرحونا معاكم. واهم شيء مع انه توجيهي هذا العمر كثير اسهل، يعني انا كنت توجيهي سنه لوحده فمتعب جدا الاعصاب. اسمعي كمان شغله انا سمعتها، بقول لك انه ما بتستني للفصل انك ترجعي تقدمي فيه، قال كمان ثلاث اسابيع. ايش هلا؟ لا هلا جديد هذا الحكي، بتعيدي توجيهي خلال ثلاث اسابيع؟ خلال ثلاث اسابيع بتعيدي، عشان وقت لما تقدمي للجامعات تكوني بتقدري انك تلحقي. والله ما كنت هاي صراحه يعني فكره كثير حلوه. انا نسيت هاي، شو الوضع؟ انا نسيت هاي تماما صراحه. لا بس هي مبينه تحمرت وبتبقبق. اوه ما شاء الله ما شاء الله. يلا انت بس طلعي لنا اياها عشان نطلع فاصل، بعد الفاصل بنبلش لهم السلطه. بدي اورجيكم هالمنظر. شوفوا شوفوا الله عن جد، الله والله العظيم اسم الله ما شاء الله. حبيت طلعوا لي
شوفوا لي هالمنظر يا عيني، شوفوا لي هالمنظر. هلا قولي لي اذا عندك حبتين بطاطا وشويه خضره اعملي نفس الوصفه، ومش شرط تحطي دجاج ولحمه، بس اذا عندك لحمه مفرومه حطي، اذا عندك قطعه دجاج واحده بايتي قبل بيوم اعملي نفس الوصفه. على كل حال عشان نطلع فاصل بس على السريع جدا جدا، حطيت اخذت هنا جبنه المراعي اللي بنكهه الزعتر، اوكي تمام، بس قطعتها شرحات، قطعوها كيف ما بدكم، انا صراحه هقليها مع شويه زيت زيتون. اها تمام، عشان نحطها على السلطة، عشان احطها على السلطة مقلية طبعا. اوف هلا الالارم، ممتاز. وبالفاصل كمان بحب انه ناخذ من ليز الخبز نقطعه نحطه بالاير فراير او نحطه بالفرن لحتى نحمره. انا رح احطه بس على الوجه، هي مش فتوش، هي أوكي. مش فتة، هي سلطة، بس بحب يكون شوي في قرمشة بالسلطة. ايام من هلا بنحط تشيبس، بس انا ميالة للخبز، بس بناخده بنقطعه بنحطه. ليدز بيربحوكم ليرة من الذهب، وليدز في عنا بالكتام، بالشعير، بالطحين الأسمر، عنا بالشوفان، ما فيه الخميرة اللي فيه طبيعية، ما فيه سكر، ما فيه أي مواد حافظة، استخدموه خفيف لطيف على المعدة، موجود بكل سوبر ماركت. فاصل هلأ، بعد الفاصل بنبلش نكمل الوصفة. تمام، رجعنا لكم باخر جزء من حلقتنا لحتى نستعرض لكم سفرتنا بالنتيجه النهائيه، السفره اللي ما كان في عليها ولا اي شيء جاهز من بدايه الحلقه، كل شيء جهز معنا خلال الفتره اللي كنا معاكم فيها على الهواء. اول شيء بلشت يعني الشيف بالاشياء السخنه، وهلا بدنا نرجع للاشياء البارده. قبل ما نروح يا دانا على الاشياء البارده، خليني اورجيهم بس البرغولات، بصير اورجيكم هالبرغولات لا عليكم يعني. حتى انا وليفون دقناه، انا دائما بدوق ليفون لانه ليفون حد يعني، اذا الاشي ما عجبه ما عجبه ما عجبه صح. عجبه عجبه. إيه هذا البرغل زي ما قلت لكم متبل مبهر جاهز للاستخدام من نصار، اللي هو نفسه هي حاطين واحد هي برغل بالخضار، ما بتضيفي عليه غير فقط بتحمسيه مع معلقتين سمنه او زيت، وبتحطي عليه المي فقط، وبتتركي قد ايه اخذ معنا 20 دقيقه او اقل، حتى اقل من 20 دقيقه. رائع، ممتاز. تمام، بس بدي اسكبه وروح طلع من احلاه ما شاء الله عن جد. لسه كنت بحكي له كنت في وحده من المطاعم قريب كثير من بيتك، قلت لي انا ولا مره رحت عليه، قلت لها اكلت منه برغل بشهي على الطريقه الارمنيه، لانه بس انت شو ذكرك فيه هذا البرغل، لانه هذا البرغل قد ايه طيب، فتذكرت فكنت بحكي انا وليفون لانه كمان ليفون ارمني، فكنا نحكي بالسيره قد ايه طعمه زاكي، طبعا فيه الخضار طلعوا ما احلى. جنب اي اكله بدك تعمليها زي اليوم انت مو عبالك تطبخي، بتحطي علبه هالبرغل فيها الطنجره او بتعملي لك اي شيء بتعمليها. بس هن حاكين بكفي 8 اشخاص، بس انا حاسه بكفيني انا اكثر. لا لانه انا بحس انت بتاكلي صحن، بس يعني انا مش شايفه قد ايه في بالطنجره، عشان هيك مش قادره اقرر. فكرت انك انت ما بتحطي الكميه قليله ولا كثيره، قصدي انه الواحد بس ياكل شيء طيب ما بياكل كميه قليله. طبعا ما بحسب بياكل كميه كبيره يعني، عارفه صح. شوفي ما شاء الله اسمي كيفيكم يعني. هالقد هي مزين حاله، مرتب، متكتك، مفلفل، مزين حاله، شايفينه ابدعتي. يلا كملي لنا الجبنه اللي ضلت عندك اصلا غير اللي اكلناها احنا انا وليفون ودانا. انا بلشت انا بلشت اكلنا غيرها. يلا. احط شيء اخضر عليه، احط بقدونس، نولوني بقدونس او نعناع صبايا الله يخليكم. يلا وهي هذا الصحن للسلطه تبعتنا اللي حكينا، اي شيء موجود عندكم بالسلطات تقدروا انكم انتم تحطوه، تفننوا بالسلطات اللي عندكم، تفننوا بالخضره اللي بتكون موجوده، اي شيء بتحسوا بده يبلش يذبل تقدروا انكم انتم تضيفوه على السلطات تبعتكم. تمام، انا هاي السلطه من مفضلاتي، تخيلوا كل الاكل اللي انتم شايفينه اليوم بالحلقه كله جاهز على الهواء، ولا شيء جاهز. لما يكون عندك عزيمه عشان تمشي حياتك بسلاسه وسهوله وما تتغلب ما تتخانق انت وجوزك، بس مطلوب منك تقطعي وتحضري وتحطي جوا الثلاجه ثاني يوم بس تطبخي. اول شيء عندي هنا خس نعناع بقدونس، ممكن يستخدموا خس وجرجير، الجرجير كثير طيب مع الباذنجان، راح احط معاها فجل. اوكي هلا الفجل مش كثير سهل تلاقوه، يعني مش كثير سهل، مش سهل تلاقوه بالعربي. طبعا انا حاطه خيار، هي الخيار، حط خيار خلطته مع الخس لاني استخدمت الصحن الصراحه. أوكي. حطيت خيار، بندوره كرزيه، وحطيت فجل، وراح احط معها زيتون. انا عندي زيتون اللي مع الجزر من السنه الماضيه، عم بخلص كل الزيتون اللي عندي لانه قربنا ان شاء الله، وعندي هون الزيتون الاسود تمام، وعندي بصل، ما بدي اكثر البصل الصراحه لانه انا مش كثير بحب البصل مع السلطات، واذا بدي استخدمه عاده بحط خل على البصل. أوكي. نفس البصل ممتاز. بعدين بصفيه وبستخدمه. هلا الدريسنج او الصوص اللي بدنا نعمله، حطينا لبن. عاده اي شيء بستخدم فيه لبن لازم احط معاه معلقه طحينيه. ليه هيك بتمسك الصوص؟
أوكي. ما بفرط الصوص مع الحرارة، يعني لو أنت سلطة اليوم عملتيها وحطيتيها برا نص ساعة زمان بتلاقيها راحت، راح فيها كل إشي. أوكي. بس هيك بضل ماسك الصوص والصوص مبين عليها. فحطيت تمام. أنا هنا علبة زبادي أو لبن من المراعي، حطيت عليها سمة، حطيت عليها عصير ليمون، ورح أحط عليها معلقة طحينية. أوكي. بعد هيك رح أخذ زيت زيتون وملح، اتفقنا؟ حلو. هاي زيت زيتون وراح احط عليها ملح. اوكي. بس هذا هو الدريسنج. هذا هو بيقدر يحطوا بس زيت زيتون ليمون ملح، بيقدر يحطوا خل. دبس الرمان صباحي اخذتوه، نشوف اذا بالثلاجه. اهم من حياتي، رجعوا لي اياه. ودبس الرمان لابد منه. هلا منلاقي لك دبس الرمان عشان تحطيه. دبس الرمان لا، هني اخذته اسيا او منى، وحده فيهم اخذته، ماني ما استخدمته. تمام. هيو هذا الدريسنج صار جاهز. فنرجع مرة تانية، حطينا لبن، معلقة طحينية واحدة، أنا ما بدي إياها للطعم، بدي إياها طلع الصوص كيف بيكون ماسك. ما بيكون فارط. أي إشي بتحطوا فيه لبن حطوا له معلقة طحينية بتمسكه. حطينا ملح، فلفل زيت زيتون، وحطينا عصير ليمون، وحطينا كمية منيحة فيها البركة من السمة. عندي الباذنجان قليته بقشره هالمرة، وعندي هون الخضروات. تمام. ممتاز. هيك بالضبط. أنا بحب الخضرة، الأشياء السلطات اللي فيها خضرة. هي السلطات بكل اشكالها زاكيه. اوكي. وهدول الصحون برضه جايبيتهم من دريم هوم. والله انا يعني دريم هوم مدللينك، احسدوا عليهم الصراحه، مدللينك دلال. عندهم افكار كل السنه، دائما دائما عندهم افكار. طيب، وعلى السيره خلينا نحكي عن الافكار والتفاصيل الحلوه. لازم احكي لكم عن الجزيره. بتعرفوا انه الجزيره، منظفات الجزيره طبعا منظفات محليه عاليه الجوده، فيها كثير من المنتجات اللي انتم بتحبوها، مبيض الملابس هلا لازم تستخدموه، متوفر برضه وصار بكل مكان عندكم، مسحوق الغسيل، سائل الغسيل، عندنا منعم الملابس، عندنا كمان سائل الجليل اللي انا ما بستغنى عنه واغسل فيه ايدي، في كثير نكهات منه، في ليمون، في تفاح، في توت، كلياته. هلا عندكم كمان عم بيطلع اللي هو المنظف الارض. كمان فكرته كثير رائعه. ومن الروائح الحلوه بدي احكي لكم عن إيلورا. روائح حلوه. نحكي لهم عن إيلورا. يلا نحكي لهم عن إيلورا. يلا بلشي انتي، احنا زين هاي. يعني بالمطبخ دائما عندنا روائح الطبخ وروائح البصل دائما مفحفحه، بس من لما جبنا إيلورا صراحه صارت كثير تفرق معنا عن جد، ريحتهم بتجنن. تقدروا انكم انتم تحطوها بالمطبخ، تقدروا تحطوها بالبيت، تقدروا تحطوها بالمكتب عندكم، ريحتهم بتجنن. وزي ما حكت شيف امتياز، كل فتره بنرجع بنقلب العواد وبرجع هيك الريحه بتفحفح معنا من اول وجديد. صحيح. فشكلهم كثير حلو وريحتهم بتجنن، جربوهم. ونرجع هلا هيكم كمان عم بتشوفوا ارقامهم عم تطلع عنا على الشاشه. إيلورا ما بيقدروا يشتروهم او بتقدر تشوفهم من كثير اماكن، ولكن بتقدر تفوت على صفحتهم على انستغرام على الفيسبوك. بس خذوا هالرقم عندكم 0797174393. بس انا بحب متى ما دخل عندك اي حدا، انت نفسك لما تدخلي على بيتك تحسي ريحه البيت طبيخ زي حالاتي. ريحتي وريحه البيت وريحه الاولاد وريحه كل حدا بيجي على بيتي دائما طبيخ. انا جبت الاير بيوريفاير عشان ريحه البيت، صدقي قد ما بطبخ بالبيت والله العظيم الكبير. مش احكي لكم بدها 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 عشان ريحه البيت. ومع هيك ما بتخلصي من ريحه البيت من الاكل بسهوله طبعاً. فجيبوا إيلورا سواء عندكم للمطبخ، سواء للبيت، مدخل البيت، سواء مثلا تحطيه في مكتبك، في بيتك، بغرفه الضيوف، وين ما رحتي حطي تنتين ثلاثه، خلي ريحه البيت تضلها حلوه. صح. بقول لما الانسان حتى الرجل يرجع على بيته بشم ريحه البيت مو حلوه تلاقيه كش شوي. طبعا طبعا. لو وين ما بتدخلي اذا كانت لو بيتك مثل الفله بتحسي حالك كشيتي مليون بالميه. تمام. يعني حتى في مرات يعني مش شرط انك انت بس بالبيت وبالمكتب، عادي مثلا لو حدا عم بتابعنا عنده محل، بتفوتي على محلات مرات بتكشي انت من الريحه، بتبطلي بدك تتفرجي، لا بدك تفوتي على المحل ولا بدك تتفرجي شو عند المحل، بتسحبي حالك وبتطلعي. فهي فكرتهم كثير حلوه، دائما لازم تكون موجوده بكل مكان. وهيك خلصنا سلطتنا، رح نحط بدي الصحن اللي بجنبك يا دانا لو سمحتي، نحط شوي بس. حطيت الجبنه، بتقدروا تستغنوا بالسلطات عاده، لانه يعني سلطات الله وكيلك بتكلف اكثر من الطبخه. فبالسلطات عاده اي شيء مش موجود عندك بالبيت عادي ما تحطي، خلص استغني عنه. تمام. بتقدروا تستخدموا فيها اي نوع خضره بدكم اياه بالبيت، كوسه، بطاطا، بحب احط عليها شوي دبس رمان. ابدعتي، شايفين كيف؟ وبحب احط ذره نعناع. اعطوك اياها اعطيت صح؟ لا اعطوني دبس الرمان. لا مومون كانت ماسكه النعناع. لا يا مومون. يلا هلا بدك تحطي الصوص على جنب بهذا الصحن. ممتاز. رح احط عليه شوي، هذا صحن خلوه ما حدا ياخذه، هذا رح اخذه انا. بدي احط شوي على الصوص من دبس الرمان. دبس الرمان هيك وقدمه جنب السلطه. يا عيني يا عيني. تمام. يلا ذكرينا امتياز شو حضرتينا اليوم بالحلقه
مع المنظر الحلو تبع السفرة تبعتنا. والله اسم الله، الله يعينه البجل وراي والله. يعني صورت امبارح حلقة امبارح وانا طالعة حاطين كل الجلي قبل ما يجلوه. صورتهم اشفقت عليهم والله العظيم. هم منيح اللي بياخذوها افواج افواج، ما بتكوميها مرة واحدة. ايوه ما بتكوميهم كلهم مرة واحدة. يلا ذكرينا بحلقة اليوم اللي ما كان في منها ولا اي شيء جاهز، جهزت معانا على الهواء. بس نحط الصوص واحكي لكم، عملنا اليوم رلات الباذنجان بالكفته، هيها طلعت بتجنن، وصوص البندوره كثير زاكي هذا الصوص، بتقدر تستخدموها نفسها بالبطاطا ونفسها بتقدر تستخدموها بالكوسه. هون عملنا فطيره الراعي بس بطريقه شوي مختلفه، بتقدر تستخدموا فيها دجاج او لحمه، عملنا قوارب الكوسه بالبشاميل، وعملنا هذا البرغل اللي انتم شايفينه المفلفل المتكتك من نصار، وحطينا جنبه السلطه، اكيد سلطه الباذنجان والجبنه. وسلم ايديكي على هالوصفه، واكيد كمان احنا بدنا نشكر كل الاشخاص اللي ضلهم تابعيننا، واذا راحت عليكم اي وصفه بتقدروا ترجعوا تعيدوا حلقتنا على صفحاتنا على الفيسبوك، او بتقدروا تفوتوا على قناتنا على اليوتيوب تلاقوا كل الوصفات سواء كانت بحلقه اليوم او بالحلقات السابقه. نتمنى لكم بقيه نهار حلوه، تضلوا بالف خير، الى اللقاء.